تحية طيبة من صوت لبنان، وهذه نشرة أخبار الخامسة والربع مع تحيات ألسي كفوري خميس، ريتا أسعد والمخرج بيير جامو. نستهل النشرة بالعناوين. نقاشات حامية في مجلس الوزراء واجتماع وزاري تمهيدي لإقرار الموازنة. المساعدون القضائيون مستمرون بالاعتكاف وتشديد الدعوات للإضراب. بري يبشر بالانتصار في ملف ترسيم الحدود. نحن متفائلون، الأيام القادمة هي أيام نهائية وحاسمة بعد عودة ساترفيلد من زيارته إلى أوروبا. إيران ترسل سفنا حربية إلى المياه الدولية، والبيت الأبيض يؤكد أن واشنطن لا تسعى للحرب. بيقولوا الواحد ما بيعرف شو مخبيله بكرة، بس مش أحسن إذا هو خبى لبكرة؟ بلش جمع ببرنامج سيف فيوتشر من الاعتماد اللبناني للتأمين وإعادة التأمين ابتداء من $20 بالشهر مخصومين مباشرة من حسابك المصرفي، وأمن لتقاعدك بالمستقبل. ماذا ستحمل الجلسة 18 لمجلس الوزراء حول الموازنة؟ وهل ستكون خاتمة الأحزان بعد الضرائب غير المباشرة التي أقرت أمس من خلال زيادة الرسوم على الاستيراد؟ الدخان الأبيض لم يتصاعد بعد في ضوء النقاشات الحامية التي تشهدها الجلسة، على خلفية ما اعتبره بعض الوزراء إضاعة للوقت في مناقشة وإقرار الموازنة. الكلام الكثير حول الموازنة يوازيه صمت مطبق حيال قطع الحساب الذي يبقى الغائب الأبرز، وهو ما استغربه رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الذي شدد على وجوب المصادقة على قطع الحساب قبل إقرار الموازنة، كونه يشكل الأداة الأساسية للرقابة والمحاسبة وكشف مكامن الهدر والفساد. وتتخذ هذه المسألة أبعاداً مضاعفة بالتزامن مع ما سيكشفه غداً التقرير النهائي للتوظيف العشوائي وغير القانوني من أرقام وأعداد نهائية، وقد تشكل صفعة للسلطة التي تحاول جاهدة إثبات نيتها في الإصلاح ومكافحة الفساد إذا لم يتم محاسبة الضالعين في ملف التوظيف وإنهاء قطعات الحساب العالقة منذ سنوات. في أي حال، جلسة مجلس الوزراء لا تزال منعقدة في السرايا وسط أجواء مشحونة، وسبق الجلسة اجتماع وزاري تمهيدي لإقرار الموازنة. كل التفاصيل مع مجدولين عيد. نعم ريتا، آخر المعطيات المتوافرة تشير إلى أن الجلسة 18 التي تعقد في السراي الحكومي لمتابعة درس مشروع الموازنة تشهد نقاشات حامية على خلفية ما اعتبره بعض الوزراء إضاعة للوقت في مناقشة وإقرار الموازنة، لا سيما بعد الاجتماع المصغر الذي سبق الجلسة ولم يقدم أي جديد بالنسبة للموازنة بل طروحات قديمة. إذن الجلسة المستمرة سبق اجتماع لترتيب الأجواء برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري وحضور الوزراء علي حسن خليل، جبران باسيل، محمد حنيش، وائل أبو فعول، يوسف سميانوس، كميل أبو سليمان، وذلك في ضوء التباينات والتجاذبات التي برزت بالأمس بين خليل وباسيل، ما أخر التئام مجلس الوزراء الذي تراجع منسوب التفاؤل بأن تكون جلسته هي الأخيرة اليوم، ولكن يؤمل ذلك لتتم قراءة الأرقام بشكل نهائي ويعقد بعدها الحريري وحسن خليل مؤتمرا صحفيا، أو سنكون أمام جلسة أخرى غدا أو بعد غد. هذا كل شيء حتى الآن من السرايا، مزيد من التفاصيل فور ورودها. الموازنة وترسيم الحدود شكل محور لقاء الأربعاء النيابي في عين التيني، ونقل نائب علي بزي عن رئيس مجلس النواب نبيه بري تفاؤله بما يتعلق بملف الحدود مبشرا بالانتصار. اللقاء الذي حصل مع ساترفيلد أن هناك موافقة على هذه الورقة اللبنانية
ربما في الأسبوع المقبل يأتي الجواب الكامل حول مجمل هذه الورقة. هو متفائل ويعتبر أنه حصل حتى الآن انتصار للموقف اللبناني الرسمي والشعبي في المحافظة على سيادته فيما يتعلق بموارده البرية والبحرية، إضافة إلى المبدأ الأساسي فيما يتعلق بالتوازي والتلازم في مسألة البر والبحر. كلها نقاط أخذت بعين الاعتبار من الردود التي حصلت حتى الآن. نحن من جهتنا متفائلون ونعتبر أن الأسبوع القادم أو الأيام القادمة هي أيام نهائية وحاسمة فيما يتعلق بهذا الملف بعد عودة ساترفيلد من زيارته إلى أوروبا وعودته إلى لبنان. وفي إطار التحركات المطلبية رفضاً للاقتطاعات في مشروع الموازنة، أكد المساعدون القضائيون الاستمرار بالاعتكاف عن العمل يومي الخميس والجمعة. ودعا اتحاد المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة للإضراب احتجاجاً على ما ورد في المادتين 70 و75 من مشروع الموازنة، اللتان تقضيان بإلغاء بعض ملحقات الراتب. اللجان النيابية المشتركة صادقت على قانون تسوية مخالفات البناء حسب ما أعلن نائب رئيس مجلس النواب إلي الفرزلي. هذا القانون إذا تم تسوية مخالفات البناء فيجب أن لا يفهم منه أنها عادة سيتم اللجوء إليها دائما تقوم بمخالفة البناء، مخالفة القوانين الموضوعة، ومن ثم سيصدر يوما ما قانون يتم فيه مخالفة قوانين البناء. يهم السادة النواب، وقد كلفت بأن أنقل للرأي العام هذه الإرادة التي سيصار إلى تأكيدها أيضا في الهيئة العامة بعد تصديق القانون، وأيضا كل الأجهزة المعنية، أنه آن الأوان لكي نضع حد لمسألة مخالفة القوانين في شأن البناء. نيابيا أيضا تقدم نواب اللقاء الديمقراطي باقتراح تعديل قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ليشمل شرائح جديدة حسب النائب بلال عبد الله الذي تحدث باسم الوفد. طرحنا بهذا الاقتراح تفعيل الصناديق التي لم تفعل حتى الآن، منها الأغراض المهنية وطوارئ العمل، والأهم وكان في إصرار الرفيق تيمور جملات على هذا الموضوع، أن يصير في طرح ثابت وواضح لموضوع تقاعد الحماية الاجتماعية. في إطار الجولات التي تقوم بها كتلة التنمية والتحرير على مختلف القوى السياسية لبحث الاقتراح الجديد لقانون الانتخابات، التقى وفد الكتلة اليوم وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل. وبعد اللقاء أكد النائب أنور الخليل أن قانون الدورة الماضية هو عودة إلى الوراء، وكل ما يرجعنا إلى تحريك الطائفية والمذهبية ليس لمصلحة الوطن. يستحق أن يكون هنالك قانون جديد، وما في بلد بالعالم يبقي على قانون واحد طول عمره، لأن الحياة يجب أن تتطور، ونحن نعتبر هذا القانون في سبيل تطوير العمل الديمقراطي الصحيح. أما نائب العون فأكد من جهته الانفتاح على نقاش في موضوع قانون الانتخاب، ولكن تحت سقف المحافظة على صحة التمثيل، ودعا إلى تطوير القانون الحالي ومعالجة ثغراته في حال عدم توفر توافق على الاقتراح الجديد. أي قانون يطرح على أساس وطني يجب أن ينظر له بشكل شامل متكامل، أي بطرح يشمل أيضا مجلس الشيوخ اللي هو يصبح هو الموقع والمؤسسة التي تحفظ وتعطي الضمانات لمشاركة الطوائف في حياتنا الوطنية. وإلى تغريدة اليوم. غرد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع متوجها إلى وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني بالقول: الروائح المنبعثة من محطة تكرير إيعات تحول الحياة في منطقة دير الأحمر والجوار إلى مأساة حقيقية، نتمنى على معالي الوزيرة أن تتدخل شخصيا في الموضوع وتتخذ تدابير فورية ولو مؤقتة للتخفيف من معاناة الأهالي بانتظار الحل الجذري.
وزيرة الطاقة ردت على جعجع عبر تويتر أيضا، فقالت إنه على المدى القصير ستتسلم مؤسسة مياه البقاع الأسبوع المقبل من مجلس الإنماء والإعمار مسؤولية تشغيل وصيانة محطة إيعات وتفعيلها، ليصار فورا إلى دراسة لتوسعة المحطة كي تتمكن من استيعاب مياه مبتذلة أكثر وتطويرها. وأملت بستاني تعاون أهالي المنطقة مع المحافظ لتسهيل إحصاء المصانع والمسالك المؤذية لعمل المحطة، ومن البلديات المساعدة على فصل مياه الأمطار عن شبكات الصرف الصحي. نعود الآن إلى الزميلة مجدولين عيد، تفضلي مجدولين. نعم إلكي، كما ذكرت في رسالتي قبل دقائق فقد انتهت جلسة مجلس الوزراء دون الانتهاء من دراسة مشروع الموازنة، وقد أرجئت الجلسة إلى يوم الجمعة المقبل، ونحن الآن هنا في انتظار وزير الإعلام ليتلو المقررات وآخر ما توصلت إليه الاجتماعات التي عقدت بشأن الموازنة. شكرا للزميلة مجدولين عيد. بعد الفاصل بشرى من وزيرة الداخلية إلى اللبنانيين. صحيح أن لبنان نجح بجهود قواه الأمنية والعسكرية في القضاء على الخطر الإرهابي الذي تسلل إليه في مرحلة سابقة، لكن هذا لا يعني أن التهديد زال كليا، ولا بد من اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهته، فإن أعمال التوسعة في المطار ستتيح أيضا زيادة عدد الكونتورات مما سيخفف ازدحام بشكل كبير، كما أن اعتماد برامج تحقيق الجوازات المتطورة وتحسن العمل عليها سيزيد من فعالية وسرعة التدقيق مما سيوفر الوقت على المسافر. إذن استمعنا إلى وزيرة الداخلية ريا الحسن التي وعدت بتسريع الإجراءات في مطار رفيق الحريري الدولي تخفيفا للازدحام وتأمين أمن المسافرين، وقد جاء ذلك في خلال حفل للتعريف بمشروع تعزيز أمن الطيران في المطار. بعد الفاصل، الأزمة الاقتصادية ترخي بثقلها على الحركة الشرائية في طرابلس. سحب الاعتراف تحت التعذيب، فهل يخالف لبنان اتفاقيات مناهضة التعذيب؟ أين أصبحت مراسيم الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب؟ نقطع السطر يفتح الملف مع قائد الدرك السابق العميد المتقاعد صلاح جبران، ومداخلتين للنائب ميشيل موسى والأستاذ الجامعي المتخصص في حقوق الإنسان الدكتور عمر نشيبي ومعنيين. الخميس بعد نشرة أخبار 8:15 مع نولي شعبود عبر صوت لبنان. الأزمة الاقتصادية أرخت بثقلها على الحركة الشرائية ولا سيما في أسواق طرابلس. كل التفاصيل مع روعة الرفاعي. تعتبر الأسواق الشعبية في مدينة طرابلس متنفسا لعامة الناس نظرا للأسعار المتدنية وجودة البضائع، وهي نقطة لقاء بين كافة الطبقات الاجتماعية. ومن هذه الأسواق السوق العريض والذي أعيد تأهيله وتزيينه ليخرج بأبهى حلته مع بداية شهر رمضان المبارك. أما اليوم وفي ضوء الأوضاع الاقتصادية المتردية، فإن موسم الأعياد لم يعد يشكل حافزا لدى التجار لتصريف بضائعهم، لكن هم يسعون قدر الإمكان. فهل من شأن إعادة التأهيل والزينة تحريك العجلة الاقتصادية؟ سؤال طرحته إذاعتنا على تجار السوق العريض، حيث تحدث باسمهم التاجر عبد الغني الأبيض والذي يعيش في السوق منذ 35 سنة. الحركة الاقتصادية ضعيفة فعليا قد بطرابلس. نحن الشيء اللي عملناه بمشاركة رئيس مئاتي مع البلدية مع التجار نحرك هالحركة الاقتصادية اللي هي سيئة جدا. إن شاء الله بنتمنى 15 يوم الباقيين يكونوا جيدين. أما الزبائن فيؤكدون على سوء الأوضاع الاقتصادية. قبل كنا نحس إنه هذا رمضان إنه العالم تجي مثلا تتطلب للناس بتساعدهم. السنة توقفت كل المساعدات اللي كانت مادية وكانت إعاشة، ما في حدا بقى عم يطلع بحدا، يعني الوضع من سيء لأسوأ والله يعيننا. في عالم، في حركة بالسوق، في ناس عم تشتري بس ما كله بيقدر يشتري.
عم يمرقوا قطعة أو قطعتين. لكن يعني نعطى الهم العجقة ننزل بعد الفطور إنه العجقة كيف ناخد بين الناس هلأ بتحسي السوق فاضي. هذا ويشير تجار السوق العريض إلى أن سوء الأوضاع الاقتصادية وتوقف المساعدات التي كان يتلقاها أهل المدينة من قبل بعض السياسيين خلال الشهر الكريم كلها عوامل تنعكس سلبا على حركة البيع والشراء والتي نأمل أن تنشط في الأيام المقبلة. من طرابلس روعة رفاعي صوت لبنان. اجتمع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مع أهالي الموقوفين اللبنانيين في دولة الإمارات الذين أطلعوه على الأحكام الصادرة في حق أولادهم طالبين المساعدة لحل قضيتهم. أوقفت قوى الأمن الداخلي لبنانياً في بلدة البساتين في قضاء بعلبك بجرم تجارة أسلحة للجماعات الإرهابية ومخدرات، وتمت مصادرة أسلحة حربية وذخائر ومواد تستعمل في مجال تصنيع حبوب الكابتاغون. إلى ذلك أوقفت دورية من مديرية المخابرات في الشويفات بلال أحمد نايف لإقدامه على تعاطي المخدرات وترويجها، وضبطت بحوزته كميات متنوعة من الكوكايين. طهران تعزز وجودها في المياه الدولية وسط تأكيد إيراني بأن الحرب لن تبدأ مع واشنطن. جيتا مارون. التوتر بين الولايات المتحدة وإيران يلقي بظلاله على الأوضاع في الشرق الأوسط، فهل ينذر الوضع بحرب قريبة؟ في أحدث المواقف أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرغب في رؤية تغيير في سلوك إيران ولا يسعى للحرب، وكشف السناتور الجمهوري لينزي جراهام أن كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية شرحوا لأعضاء الكونغرس أن التهديد الإيراني بات مختلفاً عما كان في الماضي، وأن الهجوم على السفن وخط الأنابيب السعودي في الخليج جرى بتنسيق وتوجيه من الحكومة الإيرانية. في المقابل أكد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أن بلاده لن تبدأ الحرب مع الولايات المتحدة ولا تريدها لا بشكل مباشر ولا بالوكالة. مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني أوضح بدوره أن توسط بعض الدول بين طهران وواشنطن لا يعني قبول بلاده بالتفاوض. تزامناً أرسل الجيش الإيراني قطعاً من الأسطول الحربي رقم 62 إلى المياه الدولية وفق ما أفادت وكالة أنباء فارس. المتحدث باسم قوات التحالف العربي تركي المالكي أعلن من جهته أن الحرس الثوري الإيراني يقوم بتزويد المتمردين الحوثيين في اليمن بقدرات عسكرية نوعية تتمثل في صواريخ باليستية وطائرات من دون طيار. وقال المالكي إن الميليشيات الحوثية حصلت على إمكانيات لا يمكن لأي ميليشيات في العالم أن تحصل عليها، بحيث تمكنهم من استهداف أماكن داخل المملكة، إشارة إلى أن العلاقات بين واشنطن وطهران أصبحت أكثر توتراً في أعقاب قرار ترامب هذا الشهر محاولة وقف صادرات إيران النفطية وتعزيز الوجود الأمريكي في الخليج رداً على التهديدات الإيرانية. في غضون ذلك رحبت الخارجية الإماراتية بانضمام عدد من الدول الصديقة والشقيقة إلى تحقيقات الجارية حول العمليات التخريبية التي استهدفت 4 ناقلات في خليج عمان الأسبوع الماضي. أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قوات النظام السوري تصدت لهجمات كبيرة في إدلب، ولفتت إلى أن الجيش السوري قتل 150 من مسلحي جبهة النصرة جنوب إدلب. تركيا أكدت من جهتها أنها لن تخلي موقعها في إدلب بعد هجمات الحكومة السورية. وزير الخارجية الفرنسي أعلن أن لدى فرنسا معلومات عن المزاعم باستخدام السلاح الكيميائي من قبل الحكومة السورية، وقال إنه ينبغي بحث المزاعم الأخيرة بشن هجوم بأسلحة كيميائية في سوريا، ولدينا ثقة كاملة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. إلى ذلك أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن لندن وحلفائها سيقررون الرد المناسب إذا تأكد ما أعلنته الخارجية الأمريكية عن وجود دلائل على استخدام نظام الرئيس السوري بشار الأسد الأسلحة الكيميائية ضد سكان إدلب. رأت الأمم المتحدة وجوب مواصلة العملية الإنسانية في اليمن، وأشارت إلى أنها ستعلق برامج الإغاثة في مناطق يمنية إذا ثبتت سرقة المعدات، لافتة إلى أن السعودية والإمارات قدمتا 300 مليون دولار لمساعدة اليمن. أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية مقتل 7 مسلحين من تنظيم داعش في ولاية كونار شرق البلاد. اقتحم عدد من النواب الجزائريين مكتب رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب مطالبين برحيله. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. The
الجو غدا غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع. كان في النشرة جلسة حامية لم تنهي الموازنة وجلسة جديدة الجمعة. المساعدون القضائيون مستمرون بالاعتكاف وتجديد الدعوات للإضراب. بري يبشر بالانتصار في ملف ترسيم الحدود. نحن متفائلون، الأيام القادمة هي أيام نهائية وحاسمة بعد عودة ساترفيلد من زيارته إلى أوروبا. إيران ترسل سفنا حربية إلى المياه الدولية، والبيت الأبيض يؤكد أن واشنطن لا تسعى للحرب. وقبل الانتهاء من النشرة ننتقل مباشرة لمتابعة وقائع مقررات جلسة مجلس الوزراء التي يتلوها وزير الإعلام. دراستها ومعالي وزير المالية حشوف شو انعكاسها المالي، ومشان هيك الرئيس عطى مهلة 48 ساعة لحتى الوزراء المعنيين اللي تقدموا بأفكار جديدة واللي تقدموا بطروحات جديدة يناقشوها مع دولته أو مع وزير المالية، بشكل أنه جلسة الجمعة الساعة 1:30 إن شاء الله أنه بتكون نهائية. وردني وأنا بالجلسة أنه بعض الإعلام تناول جو الجلسة، هذا اللي تناول الإعلام مش صحيح أبدا. كان في نقاش هادي وموضوعي وجريء بكل المواضيع، لكن بكل جلسة ما صار أي توتر أو أي كلام عالي أو أي حدا اشتبك مع أي حدا تاني. بالعكس، يعني نحن من ساعة بلشنا لهلأ عم نتناقش وعم نتجادل وعم نقترح وعم إلى آخره، بس بكل هدوء وبكل محبة، ونحن كلنا بنفس الاتجاه. قدي فينا نرجع نخفض من العجز بالموازنة بيكون كتير منيح. مشان هيك دولة الرئيس عطاها 48 ساعة حتى الوزراء اللي عندهم أفكار، يعني اليوم في وزراء اقترحوا شيء جديد يعني ما سمعنا فيه قبل. مشان هيك 48 ساعة بظن كافية إنه هاي الأمور تتناقش مع دولة الرئيس مع وزير المالية، وإن شاء الله الجمعة 1:30 بتكون جلسة نهائية. شكرا. إذن استمعنا إلى وزير الإعلام جمال الجراح يتلو مقررات جلسة مجلس الوزراء، وتتابعون بعد قليل مانشات المساء وضيفة الليلة الصحفية سابين عويس. What's up, Fidel? العيد الأشرفي طليتي على اللبناني وحملتي بصوتك قضية، انت يا صوت الناس كرامي وحرية، حملتي الحقيقة ومسألتك.